السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى. لقد تشرف البعض بزيارة الإمام الحسين عليه السلام عشرات المرات، كالنصف من شعبان وليلة القدر ويوم عرفة وغيرها، ولكن لم يشعر بما يشعره خلال زيارة الأربعين من الطمأنينة والسكينة والأنس. ما السر في زيارة الأربعين؟ من الذي يمشي مع الزوار ويطفي وجوده المقدس تلك الطمأنينة والأمان؟ أتراه يترك زيارة جده صاحب الزمان؟ حاشا وكلا، فهو أول الحاضرين ونور الزائرين، وكم من مضيف حل فيه الإمام المهدي عليه السلام ودعا لمؤسسيه دون أن يعلموا أنه إمامهم، وكم من زائر سلم عليه إمامه أو أعانه وهو لا يدري بذلك. كل الدلالات الحسية تشير إلى سر عظيم يكمن في تلك الزيارة، ويبقى الدعاء والرجاء: اللهم ارزقنا زيارة كربلاء.